اهلا بيكم مشاهدينا وحلقه جديده من برنامجكم انتي ثروه. قبل ما ابدا حلقتي لازم اتقدم بالشكر لمجلس امناء مدينه السادس من اكتوبر لاطلاقه باص يجوب شوارع المدينه لتوعيه المواطنين وحثهم على نزول الانتخابات مجلس الشيوخ 2020. يمكن شعارهم انزل شارك قول رايك صوتك امانه، شعار جميل قوي، شعار يعني غير منحاز لأي أحزاب ولا أي فئة أو لأي طرف. بحيهم مرة تانية لأنهم الباص بيطلقوه من الساعة 9 صباحا للساعة 9 بالليل، فبقدم لهم يعني ألف تحية بقيادة رئيس المجلس أستاذ محمود برعي ووكيل المجلس أستاذ دكتور خميس، لهم مني ألف تحية. النهاردة هنتكلم في حلقتنا عن التغذية العلاجية. طبعا في مقولة دايما بنرددها، العقل السليم في الجسم السليم، وعلشان أنشأ أطفال أصحاب عقول وأذكياء لازم أخلي جسمهم سليم ويكون التغذية بتاعتهم يعني سليمة ومظبوطة. وهنتكلم في حلقتنا عن التغذية العلاجية. يمكن أنا أول مرة أسمع، يمكن أنا اللي متأخرة يعني إن أنا أول مرة أعرف إن في تغذية علاجية، منها تغذية ومنها علاج. معانا ضيفتنا الجميله استاذه اماني محسن رمضان، ماجستير تغذيه علاجيه وشيف. اهلا بحضرتك استاذه اماني. اهلا بيكي، نورتي النهارده يا فندم. ربنا يخليك. برنامجنا انت ثروه وانت ثروه، فلازم نستفيد من حضرتك طبعا. اكيد طبعا. تغذيه علاجيه، يعني ايه تغذيه علاجيه؟ التغذيه العلاجيه ان انا ببقى مريض، عندي مثلا سكر، عندي فيروس سي، اي نوع من انواع المرض بيبقى ليه طريقه غذاء عشان تساعدي في الشفاء بسرعه، لكن هو مش عارض للعلاج، هو مع العلاج. التغذية السليمة طبعا بتفرق كتير جدا، حتى لو انا مش مريض وعايزة ابقى عندي تغذية سليمة ده بيفرق معايا كتير جدا. تمام. حضرتك اتكلمنا قبل الحلقة عن تغذية الاطفال وقلنا ان الاكل خاص بالمناعة بتاعتهم، وكمان لكل طفل ليه مراحل نمو، ليه تغذية مخصصة للمرحلة بتاعت النمو. فلازم ابدأ الاول اسألك السؤال كل الامهات بتسأله، انا عندي اطفال وجسمهم نحيف مع ان سنهم كبير مثلا 10 سنين ولا 8 سنين، ولكن انا ممكن اشوفهم اديهم 4 سنين 5 سنين بياكلوا، مش يعني هم لا مش بياكلوا، لا بياكلوا طبعاً. بس الاكل مش يقعدوا على وجبه ياكلوا للاخر، يعني اكل مثلا وجبه الغداء اكملها كلها، لا هو ممكن البنوت او الولد يقعد لمده دقيقتين ثلاثة ياكل أي حاجة كده ويقول لك الحمد لله أنا شبعت، بعدها ب5 دقايق يرجع يقول لي أنا جعان. ماشي، ده كويس. مش ده سببه إيه؟ ده سببه وبرضه إيه؟ جسمه نحيف. فصيلة الدم هنا ليها علاقة بالتغذية. لو أنا عرفت فصيلة دم طفل إيه وبتابع مع ببدأ أتابع مع دكتور تغذية، بيبدأ يمشيني على نظام يمشي مع فصيلة دمه ومع سنه ووزنه، فبالتالي بتبدأي إن أنت تديله كل اللي جسمه محتاج له، فهيبقى جسمه في النمو الطبيعي بتاعه. لكن هي مشكلة ان تحسي ان هو النمو بتاعه مش ماشي مع السن بتاعه، دي بسبب التغذية بتاعته، التغذية بتاعته غير سليمة. ممكن يكون بياكل كتير جدا بس هو جسمه مش مظبوط خالص، بياكل اكل غير مفيد زي الحاجات الكتير جدا اللي الاولاد بياكلوها او بيحبوها، اللي هي من بره من الشارع، الشيبسي والشيبسيهات والشوكولاتات والاندومي والكلام ده، كل ده كله مضر ومش مفيد جدا، لان انت بتبني عظم وبتبني جسم. فبالتالي انت عايزه كل حاجه مفيده عشان تفيدي جسمه بيها، بتبنيها بيه. طب لما اجي اتكلم بقى عن مراحل النمو والتغذيه لكل مرحله، يعني مثلا من سنه من 4 سنين المفروض الاكل اللي ياكلوه مبدئيا من 9 شهور الطفل بيبدا ياكل سفره كامله. بس ازاي سفره كامله؟ يعني بقدر ان انا اديله كل انواع البروتين، لحمه فراخ سمك، بس مثلا اللحمه بنسبه اقل. لو انا هدي سمك ممكن ادي 3 مرات في الاسبوع سمك. وبرده اشمعنى يعني انت قلت اللحمه بنسبه اقل لكن السمك كترت فيه؟ السمك نسبه الهضم يعني الهضم بتاعه بياخدش وقت طويل جدا أسهل. في المعده اسهل. الفراخ الدرجه الثانيه، وفي كمان الارانب، بس في ناس كتير جدا ما بتعملش معاها خالص، ما بتستخدمهاش كتير، ما بتحبش الارانب على فكره. هو ده بيرجع ان الام عودت ولادها ياكلوا ازاي من البدايه خالص. يعني الطفل ما بيجيش، لو الام بتحب الارنب فالطفل هيطلع بيحبه. زي الام اللي ما بتحبش اللبن نهائي، صدقني بتكلم صح. فالطفل اكيد هيطلع انا مش عايز اشرب لبن، ما انا بشوفش ماما تشرب لبن. الطفل دايما من اول فعلا سنه بيبدا ياخد بكل الناس اللي حواليه بياكلوا ازاي.
حضرتك بتاكلي ازاي؟ اخوه الاكبر منه بياكل ازاي؟ باباه بياكل ازاي؟ يعني انا ممكن الطفل يطلع يحب ويكره على حسب انا ما بحبه. انت بتاكلي ايه؟ تمام. العادات السيئه اللي بتحصل في البيوت زي البيبسي والشيبسي والحاجات دي، ان هي بتبقى موجوده دايما في الفطار والغدا والعشاء، خلاص انت حطيتي عنده انطباع ان هو انت بتعملي ده، فطبيعي انت هو انت هتديهوله. طيب يعني برضو دلوقتي ما هو، طب انا هقولك على حاجه، ان انا ممكن الحاجات اللي حضرتك ذكرتيها ما كنتش بحبها، بس الاطفال دايما بتطلع تحب الحاجات دي. ما بيحبش الكلام ده من فراغ غير لما انا ببدا اجيبه له. انا الاول لازم اتعامل معاه على ان هو صفحه بيضه، انا ببدا اكتب فيه اللي انا بكتبه، هو بعد كده اللي هو هيحبه. تمام. يعني انا مثلا ماشيه على اولادي على نظام معين، خلاص ماشيين عليه، ممكن يخرجوا عن القاعده بس ايه، مش دايما، نادرا. لكن لو انا، ما احنا عندنا اطفال، وبس يعني بشوف اطفال كتير برضو كل ما هم ماشيين في الشارع عايزين يشتروا حاجات. ده ممنوع، انت برضو انت اللي عودتي على ده. لو جيتي بقى للاساس، انا باكل وبشرب واحد اتنين تلاته، فهو بيعمل زيي بالظبط. اصل الطفل بيبدا يقلد من اول سن سنه. ايوه يعني انا امنعه تماما ان اشتري له اي حاجه من الشارع، ولا اقلل له مثلا ابدا اقلل، ممكن اجيب حاجه قليله ابدا اقلل مع الوقت. اوكي، لحد ما امنع ده واوصل له فكره ان يعني ده الافضل ان انا امنع خالص ان هو يشتري حاجات من طبعا الشارع. اي حاجه فيها اي مواد حافظه هي بتضره، ده اولا. ثانيا الشيبسي ده ايه؟ عباره عن حاجه مقليه. هو بلاش مسميات، يعني بلاش مسميات. اي حاجه الحاجات اللي خارجيه بتبقى من الشارع الاطفال بيحبوها عموما، بيبقى كلها مواد حافظه، الشوكولاتات والشيبسيات، المواد انا حتى ضد المياه الغذائيه عموما. انا حتى ضد فكره البطاطس المحمره في البيت كمان. البطاطس بتتعمل في الفرن مش في لا الزيت. لا ازاي اعملها في الفرن ازاي؟ زيت رز وزيت زيتون، ودلوقتي عشان الوضع اللي احنا فيه زيت بتاع رز الكورونا وزيت زيتون. بنضيف زيت اللي هم حبه المصريين ما بيحبوهمش اصلا. لا بالعكس، زيت الرز ممتاز جدا وما فيهوش اي طعم غريب، غير زي وزي زيت الذره العادي. بلاش خالص زيت رز وزيت زيتون، استخدمي زيت ذره بس، انت بتضيفي معلقه واحده بس. معلقه واحده على البطاطس، البطاطس بتتقطع صوابع صوابع، وتنزل تغلي غلوه واحده في النار، تطلع تتشطف بميه ساقعه. تمام تمام. ويدهن الطاسه نفسها اللي هتصنيها، هحط فيها تمام. بالفرشه اصلا الزيت. ده مش هيجيب نص معلقه. تمام. أوكي؟ سواء زيت زيتون او زيت براحتك اللي انت عايزاه. انا اول مره اسمع عن زيت الرز. زيت الرز ده مفيد جدا 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 بشكل غير عادي. ده نجيبه منين ده؟ موجود في كل حته، بس في الاماكن الكبيره، الهايبرات الكبيره. هو ممتاز جدا وملوش طعم. يعني ما بيديش طعم مثلا عالي زي مثلا زيت الزيتون، فانا عشان ادخله في الاكل باستمرار. يعني دايما ما مش بيحبوا زيت الزيتون على ايوه اوكي، ما انا لما بحطه على زيت الزيتون ما بيبقاش فيه طعم زيت الزيتون، بس بديهم فايده زيت الزيتون. يعني بحط معلقتين على بعض. طب تمام، انا دهنت الصينيه معلقه زيت زيتون او زيت رز بالفرشه برضو، هتقومي ايه حاطه كده على الصوابع على نفسها، على البطاطس نفسها، وتقلبيها وانت لابسه كده كلوبز، ودخليها الفرن، وصليها لدرجه التحمير اللي انت عايزاها. بس كده. لكن الزيت انا عن نفسي في البيت بطريقه كويسه، ما عنديش اي حاجه نهائي باكلها مقليه خالص. ولا حتى السمك. طيب ما هو احنا بنعمل كتير مقليات زي الطعميه مثلا، تقدري تدخليها الفرن بنفس الطريقه، بس تحطي ورقه زبده في الصينيه تحت بدل ما تدهني بس، لا تحطي ورقه زبده، وبرده ورقه الزبده تديكي. هو احنا ما جربناش فمش عارفين الطعم صراحه هيبقى. الطعم بيبقى كويس زي. جدا، هايل جدا، بيديكي نفس الطعم اللي انت عايزاه، بس من غير ما تكوني بتاكلي كميه زيت كبيره جدا. لان دي اكبر مشكله. تمام. طيب حضرتك احنا نمنع الحاجات اللي من الشارع للاطفال وللكبار، يعني مش بس الاطفال بيحبوا يشتروا حاجات سواء شيبسيات ولا مواد مياه غذائيه ولا الشوكولاتات، الكبار كمان بيحبوا يشتروها، ممكن فانا امنعها من البيت تماما، ولا ممكن نجيبها كده حلاوه من نفس البيت مثلا كل شهر كل اسبوع؟ بصي، انت ممكن تبداي الاول تقلليها لحد ما تعملي لهم بدائل في البيت. اول ما تبداي تعملي بديل للشيء اللي هم بيحبوه وتطلعيه بنفس الجوده في البيت، اكيد هيسيبوا اللي بره. طب لما اجي اتكلم عن اضرار الحاجات دي للاطفال ممكن يعمل لهم ايه؟ اضرارها كتير جدا. زي معظم الاطفال اللي عندها كانسر وهي صغيره قوي، من سن 3 سنين لحد سن 10 سنين، بسبب الحاجات اللي بتيجي من بره. وكمان الكانسر، النحافه ممكن يكونوا سبب، يكون سبب فيها مثلا النحافه ولا السمنه؟ بصي، النحافه والسمنه ليهم طريقه تغذيه. ما طب نتكلم عن السمنه والنحافه، ولكن احنا معانا اتصال من ام محمود. اتفضلي ام محمود. السلام عليكم. ايوه انا كنت عايزه اتفضلي. اتفضلي سامعيني. حضرتك بتبقى مخفيه وما بنعرفوش اصلا. لا انا مش سامعه حضرتك.
يا ريت تقفي في حتة فيها شبكة كده وواحدة واحدة. اتفضلي. احنا ما نعرفوش انها بتزود الاكل، بتزود ايه دي؟ انا مش سامع ايه اللي كويس. بتزود الاكل؟ طيب معايا ام محمد. اتفضلي ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة السلام الله عليكم. وبركاته. لو سمحت ممكن اكلم الدكتورة؟ مع حضرتك يا فندم. اتفضلي. لو سمحت يا دكتورة، انا اختي عندها 29 سنة، تمام فهي وزنها زايد شوية، تمام وزنها 78 كيلو، تمام فكنا عايزين نخليها تخس. فالدكتور اداها اورلستات واداها حاجة اسمها بيناريفا. اداها ايه الاول؟ اورلستات، عارفه؟ لا تمام. وايه تاني؟ واداها اكياس كده اسمها بيناريفا. ده ادويه او دي علاج ادويه. يعني للتخسيس؟ تمام. هي مريضه سكر، فبتاخد سيدوفال. تمام. فانا مش عارفه ده يضرها ولا عادي. طيب انا بشكر حضرتك على الاتصال. وهي استاذه اماني. استاذه اماني يعني ماجستير تغذيه علاجيه. هي بتقول لك الاكل السليم، لكن هي مش دكتوره عشان تقول لك العلاج ده ينفع او ما ينفعش. هي ممكن تقول لك تاكلي كفايه ايه عليها صحي وما سيتوفاج اللي تاكليش هي ايه بتاخده بس، علشان يضرك، صح كده؟ وهي كفايه عليها سيتوفاج بس، ما تاخدش اصلا اي حاجه تانية معاها. سيتوفاج. كفايه عليها، لان هي ماشيه، هي عندها سكر. طب كويس ان حضرتك جاوبتي. ماشي. ايوه. لا معايا الحاج رجب. اتفضلي حاج رجب. وعليكم الإعداد. السلام ورحمة الله وبركاته. بحيي وبحيي الدكتورة وبحيي فريق الإعداد المحترم بتاع قناة ربنا يبارك في جمال حضرتك يتم يا فندم. تعليمكم أبدا جزاك الله كل يا خير. فندم. أنا بالنسبة يعني سني حوالي 60 61 سنة، تمام. بفطر دايما بلعب فكرة كوباية علبة، وبتغدى غدا عادي أي غدا يعني الحمد لله بقى، وبالليل باكل رايق. فأنا مرتاح. هل الأكل ده مثلا يعوز حاجة تاني تاخده ولا سليم 100% كده؟ طيب عند حضرتك أسئلة تانية؟ الله يبارك فيكم. شكرا جزيلا لحضرتك يا حاج رجب، نورتنا باتصالك. هو بيشرب الصبح كوباية حلبة، وبيتغدى عادي جدا أي حاجة، وبالليل زبادي أو رايب. بالنسبة لسنه مفيش مشكلة، بس يقلل من اللحمة الحمراء، يقلل من اللحمة يعني يخليها مرة واحدة في الأسبوع كفاية، يزود بقى الفريخ والأسماك. طيب السلام عليكم. اتفضل يا أستاذ محمد. مساء الخير يا فندم. اتفضل. أهلا وسهلا بحضرتك. ممكن أكلم أستاذ أماني؟ مع حضرتك يا فندم. أجلس الأماني. أهلا وسهلا يا فندم بحضرتك. ألو؟ أيوه اتفضل يا فندم. أهلا حضرتك، معاك محمد من اسكندرية. أهلا وسهلا يا فندم بيك. أهلا وسهلا حضرتك. عايزين نتكلم بخصوص سنة، يعني إيه الحاجات المفيدة مثلا للشخصية الدين؟ معلش، إيه الحاجات المفيدة لإيه؟ طيب معلش ارجع حاول اتصال بينا مرة تانية. اتفضل يا أستاذ إيهاب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عايز اسأل الدكتور عن مريض التوحد، انا عارف ان هو ليه فريق غذاء معين. تمام. وعلى فكرة عندي سؤال، مريض التوحد وفرط الحركة والتغذية الخاصة بيهم، ويعني تابعنا وهنجاوب عليهم ان شاء الله. ان شاء اشكرك الله. يا استاذ ايهاب. طيب انا عايزة اتكلم الاول على مراحل النمو، وكل مرحلة ليها نظام غذائي. اتكلمت من 1 لـ4 سنين. طب من 4 سنين لـ10 سنوات بنبدأ نغير النظام الغذائي بتاعه، وبنديله بروتين أعلى شوية، لأن طبعا بالتالي بيبقى وزنه بدأ يزيد، النمو عنده بيبدأ يعلى شوية، فبيبقى محتاج بروتين أكتر. الأطفال اللي هي عندها مشكلة مع الحليب العادي تستخدموش، تستخدم حليب جوز هند. حليب جوز هند. والحليب جوز هند اسمها غريب. مهم جدا جدا جدا. تمام. انا عارفه ان هو حاجه متواجد، هو متواجد بس هي حاجه غاليه، فممكن بدل ما بندي كوبايه حليب مثلا. تمام. للطفل اللي دايما بيشرب حليب يبقى عنده مرض. اعرف منين ان الطفل عنده مشكله مع الحليب العادي اللي هو ما بيحبش؟ هتلاقي دايما عنده مغص منه. مغص. تمام. لا، في ما انا قلت لحضرتك حته ان انا بحب او ما بحبش، دي راجعه من البيت او راجعه من الام والتعود. بس والله مش دايما، يعني انا عايزه اقول لحضرتك انا عندي اولادي في حاجات كتير انا بحبها مش بيحبوا، يعني مش بيحبوها، والعكس صحيح. بصي، يعني ده ما بيبقاش دايما، لكن في معظم البيوت ثلاث ارباع البيوت هتلاقي انا ما بحبش ده عشان انا ما بشوفش ماما وبابا ياكلوا ده. فبرضه دي نقطه مهمه جدا ان انت عايزه تعدلي دلوقتي، حتى لو حاجه انت ما بتحبهاش حاولي ان انت تاكليها قدامهم وتعمليها بشكل احسن وشكل افضل، وقدمها لهم كمان بشكل مختلف. يعني لما اجي اقدم لطفل مثلا 4 سنين او من 4 سنين لـ10 سنين في طبق مثلا شكله جميل قوي وعليه اي حاجه من الحاجات اللي هو بيحبها،
يعني ادور على الحاجه اللي هو بيكون بيحبها. كرتون مثلا، في بيبقى فيه من الكرتون اشكال معينه، فممكن اجيب اطباق عليها اشكال الكرتون اللي هو بيحبها، فهيقعد وهياكل. اغير شكل الطريقه اللي انا بقدم له بيها الاكل، اغير الكوبايه اللي انا بقدم له فيها الحليب، نجيب حاجات مفرحه كده بالنسبه له دي. انا هقعد اكل عشان عجبني الطبق ده قوي. ده بيحصل كتير جدا مع ناس كتير. تمام، انا معايا ندى من الاقصر، اتفضلي يا استاذه ندى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتوره؟ اهلا بحضرتك يا فندم، اتفضلي. انا دكتوره جسمي نحيف خالص، عندي 23 سنه. تمام. وبجالي كده من 3 سنين، انا بحاول اتعالج ان انا ابقى يعني جسمي كويس، مش عارفه خالص. تمام. بس وكانت عندي انيميا يعني وديدان، فعالجت الديدان وطلع ما فيش، يعني ما فيش حاجه دلوقتي. تمام، اشكر حضرتك. باكل وبرضه الاكل مش طالع على جسمي وكده. ايوه، يعني الاستاذه منى هتجاوب على حضرتك، والف شكر لاتصال حضرتك. انا معايا رندا، اتفضلي يا استاذه رندا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتك يا فندم، اتفضلي. اهلا بيكي، ممكن اكلم الدكتوره لو سمحتي؟ مع حضرتك بس اسمعيني بس من التليفون واقفلي التلفزيون بعد اذنك، يعني اتفضلي. طب حضرتك يا دكتوره، انا ابني عنده 16 سنه. تمام. ودايما بيشتكي من مغص في بطنه، وحللت له طلع عنده جرثومه معده. تمام. فايه بقى يعني اكل ايه اللي ادهوله عشان يبقى مناسب لجرثومه المعده دي؟ ماشي يا فندم، هرد على حضرتك. طيب تمام، احنا نجاوب على السؤالين دول ونرجع ناخد اتصالات تانيه. ماشي، اوكي، اتفضلي. طيب اول سؤال، ان هي عندها 23 سنه ورفيعه وجسمها نحيف، وكان عندها انيميا وديدان وتعالجت منهم، بس برضه لسه جسمها لسه في اثر، وده في حالات كتيره للمراهقين او المراهقات قبل الجواز بيبقوا كده. تمام. كتير جدا، وبياخدوا دايما حقن كده تنفخهم. ده طبعا مش غلط، مش تغذيه خالص. ده طبعا غلط، لانه بيدخل كورتيزون الجسم، بيعمل مشاكل بعد كده كتير جدا. اللي انا بنصح بيه ان هم يعملوا تحليل معادن، يقدروا يعرفوا منه الزنك النسبه بتاعته قد ايه، اليود النسبه بتاعته قد ايه، هل في مشكله في الغده الدرقيه ولا لا. هي ممكن الغده الدرقيه تنحف، مش طبعًا. انا اعرف ان هي بتتخن مش بتنحف، الاثنين هي بتعمل مشكله في الحالتين. لان لو اليود قليل جدا وهي بتاكل اي اكل هي بتاكله مش هيبان على جسمها، وبعدين لو كان عندها مشكله في الديدين، فهل فعلا هي فعلا تخلصت منها تخلص نهائي، ولا لسه في اثار جانبيه فعامله لها مشكله من غير ما تشعر؟ الانيميا ممكن يكون لها دخل برضه. طبعا الانيميا، بصي ده كله بيأثر على الانيميا. طب العلاج، يعني هي ممكن يكون عندها انيميا، هي قالت ان هي اتعالجت من الديدان، لازم تتابع مع دكتور التغذيه وتعمل تحاليل معادن عشان تقدر تعرف عندها المعادن في جسمها مظبوطه ولا لا. يعني لا، الجسم محتاجه بالظبط. ممكن يكون في حاجه واحده عامله مشكله او عامله عندها خلل، فمهما هتاكل جسمها ما بيستفيدش اصلا بالاكل، لان هي مش بتدي الجسم الحاجه اللي محتاج لها، هي بتدي اي حاجه، هي بتاخد حاجه. تمام، بيحصل لها اخراج وخلاص، على كده الموضوع انتهى، فانا ما استفدتش، جسمي ما استفدش بيه. يبقى لازم تحليل، لازم تحليل معادن عشان تقدر تعرف ايه المعدن اللي عامل عندها مشكله وعامل لها الخلل في ده. تمام. السؤال الثاني، ان ابنها عنده 16 سنه وبيشتكي من مغص وعنده جرثومه في المعده، فبتسال جرثومه المعده مشكلتها ان في حاجات كتير جدا عنده لازم تقف، دي حاجه. حاجه ثانيه، في حاجه اسمها براعم البروكلي. براعم البروكلي دي مهمه جدا ومفيده جدا، اللي هي العصيان بتاعه البروكلي يعني. لا، امال ايه دي؟ هي حاجه صغيره كده جدا، نبته صغيره جدا، بنعملها خلال 4 ايام بتبقى خلاص بقت موجوده عندنا، واكيد في ناس كتير تعرفها لانها كانت بتتعمل زمان في كل البيوت. لا معلش، واحده واحده، يعني ايه بنعملها دي؟ نعملها ازاي؟ حضرتك فاكره زمان، يعني مش البروكلي؟ لا، هي براعم البروكلي، هي جايه من اي حاجه فيها بقوليات. تمام، بنعملها ازاي دي بقى؟ بنعملها ازاي؟ عباره عن حلبه مثلا، احنا بندي مثل، هي كل حاجه بتتعمل فيها تتعمل من البقوليات، اي حاجه بتتفصل جوه نصين بتعمل براعم البروكلي. اللي هما بيجيبوا الحلبه وينقعوها او بنحطها، بنحطها في ميه اوكي، وبعد كده بنطلعها نحطها زي الفول النابت، زي الفول النابت، بس ما بتبقاش في الميه وقت طويل جدا عشان تنبت بسرعه قوي. المفروض اصلا ان احنا ناكلها، هما بيخلوها تلين صح كده، وبعد كده بيشيلوها، وبعد كده بنشيلها الفول النابت بالظبط، لحد ما بتطلع، لحد ما بتطلع النبته بتاعتها الصغيره قوي دي. تمام، دي براعم البروكلي. اولا دي بتقضي نهائيا على جرثومه المعده. الله، طب دي حاجه يعني انا عايزه اكتب ورقتي واحده واحده. والمفروض كمان ان احنا ناكلها يوميا بصفه عامه، لانها كمان بتحارب الكانسر كمان.
تصدقي طعمها بيبقى جميل جدا. طعمها جميل جدا ومفروض احنا ناكلها في السلطة على طول دلوقتي. كان عندي جوزي ده طلع خطير جوزي بقى. كان دايما يعملها. بصي هي مهمه هي مهمه جدا 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 بشكل غير. بصي كمان سؤال مريض التوحد, هي مهمه جدا كمان لمريض التوحد. بصي هي بتشمل حاجات كتير جدا. طيب هو احنا كنا بنتكلم عن النظام الغذائي للمرحله من 4 ل 10 سنوات, من 4 ل 10 سنين. فانت قلتي لي ان في بديل الحليب العادي, حليب جوز الهند. طيب تمام, ايه تاني البديل ده بالنسبه للحليب بس؟ هو يعني هو يفضل ان هو يكتر بقى من البروتين. هو يفضل ان احنا ما نشربش حليب كتير, لكن احنا نستخدم منتجات الحليب اللي هو الجبنه كلها. الجبن بقى اللي هي, بس احنا اهم حاجه نبقى ضامنين الحاجه دي احنا جايبينها ازاي, او لو نقدر نعملها في البيت نعملها. تمام. الزبادي الزبادي ده مش في رمضان بس, الزبادي ده لازم كل يوم, لازم على الاقل كل يوم. والزبادو والحاجات دي برضو بتمشي ولا مفيش مشكله؟ وممكن تعمليها في البيت وطريقتها سهله جدا مش صعبه. ممكن نقولها؟ طيب ممكن. الزبادو عباره عن فاكهه وبقشر الفاكهه. مثلا سي مثلا هعمل زبادو خوخ, بجيب الخوخ بقشره بس بنقي خوخ يكون رطب شويه ما يكونش حاجه جافه, وبهرسه كويس جدا الاول, بجيب كوبايه زبادي وبحط الخوخ عليها. ويفضل ان انا لو اقدر ان انا احلي بعسل نحلي ماشي, مش عسل نحلي يبقى سكر للطفل, وبزود شويه لبن صغيرين. وبرده لو مفيش لبن ممكن ميه, بس تكون ميه يا اما ميه اتغلت وبردت يا اما تكون ميه معدنيه. تمام. طب لما اجي اتكلم بقى عن الوجبات الصحيه للاطفال, يعني الفطار ممكن اقدم لهم ايه؟ الغدا ممكن احط لهم ايه؟ العشاء نفس الحكايه؟ الفطار ممكن يوم يبقى شوفان بلبن. لو طب يعني بديل لو ما بيحبش اللبن وشوفان, ممكن نقول حاجات بسيطه تبقى متواجده عند كل الناس. حاجات بسيطه ممكن تعمل بليله في البيت بلبن. حلو. تمام. ممكن برضو تاكل الاطفال, ممكن ياكل فول بنسبه بسيطه ومعاه اللي هو الفول بتاعنا ده. يا ريت تعمله في البيت. يعني يفضل ان احنا نعمله في البيت. السهله دي. ممكن ممكن يبقى بيض مسلوق. بيض والولاد اللي ما بتحبش تاكل عيش, مامتها ما تعملش معاها مشكله عشان العيش ما ياكلش عيش, احسن ان هو ما ياكلش عيش. بجد بجد. يعني لو انت طبق فول صغير كده وحطيتوا عليه بيضه مهروسه سلقتيها. لا يعني اتمنى هم ما يكونوش بيسمعوني دلوقتي عشان يعتبروني ام قاسيه. بصي طول ما انت بعيد عن المعجنات بصفه عامه والمخبوزات, اعرفي ان معده الولد هتبقى دايما مرتاحه, وخصوصا الناس اللي عندها جرثومه في المعده, الناس اللي عندها سكر, الناس اللي عندها كانسر. جرثومه المعده انا اعرف ازاي ان الولد عنده جرثومه في المعده؟ اي خضار بياكله بيتعب منه جدا, وخصوصا الورقيات. البطن يعني وخصوصا الورقيات زي البروكلي زي الخس زي الكابوتشا زي الكرومب. الحاجات دي كلها بتعمل عنده حاله ايه, هيجان صعب جدا لجرثومه المعده, تخليه تعبان جدا. تمام. تخليهوش حتى اصلا يقدر يكمل الوجبه بتاعته. طيب ايه تاني؟ احنا قلنا بليله ومدمس وبيض ومسلوق, ايه تاني؟ بصي كل يعني اي حاجه ما فيهاش اي مواد حافظه الصبح في الفطار دي ما فيهاش مشكله نقدمها. يعني بالنسبه كمان للوقت اللي احنا فيه ده وقت صعب جدا, كل فليكس والحاجات دي بتمشي ولا في مشكله؟ بتمشي, بس ما يفضلش ان هي تبقى فطار اساسي كل يوم, لان هي ما فيهاش كل المعادن اللي انا فعلا محتاجها. ممكن يكون مكتوب عليها ان هي عليها معادن كتير جدا, بس مش هي دي الفايده اللي انا محتاجاها لجسم طفل انا ببني جسمه من سن 4 سنين ل10 سنين. يعني بصي يعني انا ممكن احطها لهم وجبه بس مش اساسيه, مش يوميه ما بين الوجبات. يعني لو انا مهتمه قوي 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 بان انا افطرهم كل يوم, ايه ممكن اعمل لهم جدول. النهارده هنفطر كذا, بكره هنفطر كذا, يبقى عارفين هم كل يوم هيفطروا ايه. عايزه حد فاضي في البيت. لا على فكره مش محتاجه حد فاضي, انت ممكن تعملي الجدول وتسيبيه في المطبخ وهم يبقوا عارفين كل يوم هيفطروا ايه, وتحضري لهم الفطار ده قبل ما يعني حتى لو بتشتغلي حضريه قبل ما تنزلي. تمام. طيب موضوع بسيط الحاجات دي قلنا كده في الفطار, هنتكلم عن الغدا. بس معانا ام كريم, هناخد الاتصال. اتفضلي ام كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك, اتفضلي. بنتي عندها 17. تمام اتفضلي. بنتي عندها 17 سنه. ودايما تقدرش تقوم من النوم بالضعف تماما. تمام. ووجع في عندها انيميا. وجع في ايه؟ وجع في ايه حضرتك؟ في جسمها كله. في جسمها وعندها انيميا؟ صداع. وصداع كمان؟ ايوه, وخدت العلاج ما بيعملش حاجه معاها. حضرتك كشفت لها عند دكتور ايه؟ دكتور بطني. تمام اوكي. ماشي شكرا يا ام كريم. طبعا التكليف قلت عليها قوي.
تمام استاذه امين، هتجاوب على حضرتك يا فندم. هو في ناس كتيره تشتكي برضو من البنات خاصه المراهقات، عندنا مشكله كبيره كتير جدا، عندنا مشكله كبيره جدا بس الناس بعيد عنها. احنا عندنا نسبه اليود في السن ده ضعيفه جدا، ودي بتعمل خلل كبير جدا في الجسم والصداع وكل حاجه. اليود فاللي عنده مشكله اللي احنا يعني بنستعوضه الجسم عن طريق السمك او ملح اليود من اللي بنجيبه من الصيدليه. اولا الملح اللي احنا بنستخدمه ملح خاطئ جدا جدا جدا، احنا المفروض نستخدم ملح الهيمالايا وعوضه. مش ملح اليود؟ لا يعني مش ملح اليود، لا ملح اليود بيبقى الملح عامه كله المصنع بيبقى فيه مشاكل كتير. بس انا عارفه ان في ملح اليود غير اللي احنا بنستعمله خالص، ده بنجيبه من الصيدليه اللي هم عندهم مثلا غده الدرقيه. تمام، برضو بيبقى داخل فيه مبيض، لان مش دي مش يعني مش دي مش دي الملحيه نفسها اللي بتبقى موجوده اللي هو الملح البحري. فاحنا يا اما نستخدم ملح بحري يا اما نستخدم ملح الهيمالايا. ملح الهيمالايا او اسمه ملح بحري او ملح بحري. ملح البحري ده موجود عندنا هنا في مصر متوفر ورخيص جدا. طب والسمك؟ ماشي اوكي، السمك فيه يود، بس هل فيه يود بنسبه عاليه ان هو يديكي النسبه اللي انت محتاجاها؟ لا. في حاجه اسمها خضار البحر. ده ايه ده؟ عبارة عن عشبة اسمها خضار البحر، بتيجي كده مغلفة. تمام، دي للناس اللي عندها مشاكل في اليود. بيشتروها منين؟ برضو من اي هايبر من الهايبرات الكبيرة. من اي هايبر؟ تمام. انا معايا استاذة ألفت، اتفضلي يا استاذة ألفت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي الدكتور؟ تمام الحمد لله يا فندم. حضرتك انا عندي البكتيريا الحلزونية اللي هي جرثومة المعدة. تمام، فانا باخد علاجها دلوقتي. تمام، هل اللبن مضر ليها؟ ان انا بشرب لبن، شاي بلبن كتير. غلط. غلط ان انا اشرب، بس انا بحب الشاي بلبن. طب انا اشرب ايه؟ هاتي بقى حليب جوز هند واستخدميه مكان الحليب العادي. حليب ايه؟ حليب جوز هند. جوز هند؟ ايوه. طيب بالنسبة للفوار، انا باخد الفوار اللي هو الاكياس عشان الكلى، عشان البول يعني. تمام، فانا دلوقتي لما باخده عندي ارتجاع مريء، فالحاجة دي بتفور من فوق. تمام، اخد ايه بداله؟ لازم بقى تمشي على برامج البروكلي اللي احنا شرحنا تصنيعها ازاي في البيت من شويه. يعني ممكن اخد بدلها بالشمس يوريك؟ لا ما انصحكيش، انصحك انت تشربي ميه كتير دافيه الصبح عشان تظبط معاكي الكلى وتنضفها. عرقسوس بقى، ماشي، اي حاجه من الحاجات اللي هي بتنضف او يعني بتخلي الكلى مرتاحه شويه. طيب استنى عليا قبل ما اخد الاتصال، ان في ناس الكلى انت حضرتك بتقولي عليها كده يعني للحصاوي عندها جرثومه معده، عندها جرثومه معده. انا ممكن اعالج الحاجات دي من غير ما من اعمل غير عمليه؟ لا طب طبعا اكيد. ازاي بقى؟ في كذا حاجه، طريقه التغذيه، ان انا عارفه نفسي ان انا عندي مشكله في الكلى او عندي صديد او عندي املاح. تمام، في موانع كتير جدا اللي هي الملح، المخلل، الكافيه بشكل كبير قوي قوي، النسكافيه. بس حضرتك بتقولي بشكل كبير، يعني ما يضرش لو في كوبايه كده وخلاص في اليوم او بس لو انا عارفه ان انا عندي مشكله كبيره وان انا الكلام ده هيضرني بلاش منه خالص، ممكن اشرب قهوه خضراء على الاقل هتنضف معايا الكلى، مش هتعمل لي مشكله. تمام، هتنضف معايا القولون. تمام، ما هو كل الكلام ده كله بيبقى مرتبط ببعضه. اوكي، يعني لو مثلا الكلى تعبانه بتاثر على القولون. لو في اي مشكله في الجسم تعبانه جوه بتاثر على القولون، فبتخليكي تاكلي اي حاجه بتتعبي. هي دلوقتي عندها، انا ممكن اكل حاجه تذوب الاملاح تذوبها جوه؟ شرب الميه كتير. الميه عاديه ولا لازم تكون دافيه؟ يفضل لو الصبح مثلا شوبين ميه دافيه، وبعد كده بقى الميه باستمرار بشكل يعني على مدار اليوم مثلا مش اقل من 3 لتر. طب ما هو انا ممكن اشرب ميه كتير وانا باكل كتير جدا. لا وانت بتاكلي لا، ما يعني خلي وقت الاكل خلي وقت الاكل للاكل بس. علشان المعده تقدر يعني تفيد جسمك بالاكل ده اللي انت بتاكليه. انت دخلتي خضار، دخلتي بروتين، دخلتي سلطه مثلا خضراء. انا ممكن اتكلم مع نفسي، انا باجي اكل لازم اشرب ميه كتير جدا. ما ينفعش ميه مع الاكل اكتر من الاكل نفسه. لا، الميه ممكن ايه الاضرار افصلي بتاعته؟ افصلي بقى، افصلي بين تملي معدتك اوكي وما بتاخديش. انا تعودت ما بتاخديش، مش هعرف. ابدأي قللي ده واحده واحده. اعملي ايه؟ اشربي قبل الاكل بفتره مثلا بربع ساعه، اشربي ميه تكفيكي وتحسي ان انت شبعتي. اوكي، وعودي نفسك ما تحطيش ميه جنبك عشان تبداي ان انت تاكلي الاكل بتاعك. وخلي الاكل فيه شوربه اساسي وخليه فيه سلطه، فالشوربه والسلطه فيهم ميه، فبالتالي هيعوض حضرتك عن ايه؟ عن شرب الميه. يبقى انت كده ايه، عملتي حاجتين، استفدتي في طريقه اكلك وغيرتي نظام الغذاء بتاعك، وفي نفس الوقت ما بقيتيش تشربي ميه في وسط الاكل. تمام، لان دي حاجه من الحاجات المضره جدا. ممكن تعمل ايه؟ بتعمل سبب في السمنه؟ طبعا ليها سبب في البطن، بتعمل كرش.
لازم توضحي. ماشي معايا منى، اتفضلي يا استاذه منى. مش شرط مع حضرتك، مع اي حد. اتفضلي يا استاذه منى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عامله ايه يا دكتوره؟ تمام الحمد لله يا فندم. ربنا يخليك يا دكتوره. انا اخر فقرتين في ظهري تعبيني. تمام. فروحت لدكتور مخ واعصاب وكده، بيقول لي عظام ومش عارفه ايه، وبعدين مش عارفه، انا عايزه اشوف حاجه تكون فيها فيتامينات، حضرتك توصفيني على حاجه عشان تساعدني يعني، عشان احنا بشد قوي في شغل البيت. تمام. تساعدني يعني، انا لسه انسه مش عارفه يعني، بتعب. عندك كم سنه طيب يا استاذه منى؟ عند حضرتك كم سنه؟ 39. تمام ماشي. وزن حضرتك قد ايه؟ وزني 65. كويس كويس جدا. ماشي يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك يا استاذه منى. طيب نجاوبها. في الكالجين عباره عن كبسولات، وممكن هي تعمل حاجه منه في البيت. تمام. تعمل حاجه منه في البيت ازاي بقى؟ طيب العظم بتاع البقر، تمام، اللي بيبقى عند الجزار ده، اللي هي اسمها الماسوره، صح؟ أيوة. كده شفتي انا شاطره. بتجيب مثلا واحده كامله وبتبقى متقطعه، كل يوم بتسلق جزء بس كانها بتدمس فول يعني، بتسلقه بس تسلقه على نار هاديه قوي. ايوه العظمه اسلقها بس يكون عظم بقري يعني، يكون بتاع الذبيحه بقري مش جاموسي يعني. كي؟ كاني بعمل شوربه. كانك بتعملي شوربه بالظبط. تمام تمام. بس هي بقى ايه، بتسيبها تستوي على نار هاديه جدا كانها فعلا بتدمس فول. تمام. توطي نار خالص عليها من اول ما تبدا الميه تغلي وتسقطها. وتحط بقى كل البهارات المفيده للعظم، زي الجنزبيل، زي القرنفل، زي الزعتر. ويا ريت تستخدم ملح بحري او ملح هيمالايا. تمام. يا ريت. وبعد كده؟ وبعد كده تبدا تعمل منها اي حاجه هي تدخلها في اي اكل هي بتاكله. الشوربه كده بقى. الشوربه كده، الشوربه دي لو بردت هتعمل جيلاتين. هي ممكن تاكلها لوحديها صح؟ يا ريت. طب الجيلاتين ده اللي بيبقى جوه العظمه نفسها؟ ايوه. لسه هقول. أيوة. اللي بنجيبه هو ده الكولاجين اللي هي محتاجاه جوه جسمها. صح لا كده؟ مش اللي جوه العظمه. بيجيبه عليك تطلع. لا لا مش اللي جوه، اللي جوه ده عادي، دي ماده دهنيه. مش هي. لا. العظمه نفسها. تمام. هي اللي بتعمل الشوربه بتاعتها خلاص. بقت عامله ماده جيلاتينيه. البودره بتاعت العظم نفسه. وبرده الحاجه الثانيه الكوارع بتعمل ماده جيلاتينيه في الجسم عاليه جدا برده. وفي ناس كتير ما بتحبهاش وناس كتير ما بتاكلهاش. ماشي. انا معايا استاذه هاشم، اتفضل يا استاذه هاشم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. ممكن اكلم الدكتوره؟ مع حضرتك. اتفضل يا فندم. عندي سؤالين لو سمحتي. اتفضل. انا مريض قولون من 30 يمكن سنه. تمام. ودايما بخش الحمام متكرر بتاع 7 مرات في اليوم، واي اكل بيتعبني. تمام. بيعمل لي مرض وانتفاخات وبتاع، وخدت ادويه الجهاز الهضمي كله وبرضه ما فيش استقرار في الحاله. ده السؤال الاولاني. تمام. السؤال الثاني، عندي الجيوب الانفيه برضه مقلماني خالص وبترشح ومدليه فرزات على صدري، تعب صدري، وبرضه خدت لها ادويه كتير جدا يعني، برضه ما الفرزات مش واقفه، فعاوز نصيحه الدكتور اعمل ايه بالظبط يعني؟ ماشي. تمام. اشكر حضرتك على اتصالك. طيب ناخد الاتصال الثاني ونجاوب عليهم مره واحده. اتفضل يا استاذ مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. ممكن اكلم الدكتور حضرتك؟ مع حضرتك. اتفضل. حضرتك انا عندي سؤال بس يعني، بالنسبه لجسمي بينزل بسرعه يعني، يعني انا مثلا في وقت قليل بلاقي جسمي بدون اي مبررات كده جسمي بينزل. طبعا. كوزن يعني، كوزن. فمش عارف ايه المشكله ديت وكده، وبعدين بحس ان مفيش قوه عضليه عندي يعني، عضليا يعني انا باكل كويس جدا يعني، انا باكل 3 طاقات كويس جدا، وممكن يعني باكل اكتر من 3 طاقات كمان. تمام. بس ما بحسش يعني بالقوه العضليه، وباكل اي حاجه، باكل كل المأكولات. فانا مش عارف ايه المشكله ديت يعني. مواعيد نومك امتى يا فندم؟ يعني من الساعه 11 بنام مثلا الساعه 11، وبصحى الساعه مثلا 6:30 الصبح. شغل حضرتك ايه؟ في شركه امن حاليا. تمام. ماشي. اشكر حضرتك يا استاذ مصطفى. طيب نجاوب على السؤال الاولاني. قولي عشان نسيت. مريض قولون من سنه وبيدخل حمام متكرر والاكل بيعمل له مغص وانتفاخ، وده كان سؤاله الاول. وكان عنده سؤال تاني عن الجيوب الانفيه.
ماشي اوكي. هو بالنسبه لمريض القولون وان هو جرب كل الادويه هيبدا يمشي على شاي مورينجا. شاي مورينجا ده ممكن يشربه مثلا من مرتين لثلاث مرات في اليوم، ويبدا يبعد عن اي خضار واي فاكهه فيها الياف. ده ممكن يستبدله يعني بدل الشاي العادي نشرب شاي مورينجا. يشرب شاي مورينجا تمام. وممكن كمان مع الشاي ده ان هو ما يستخدمش معاه سكر. يا ريت يفضل لو يشربه من غير سكر. ولو يقدر ياكل النعناع كده يندغه ندغ، او يحطه مع السلطه النعناع والريحان. بس برضو كميه الخضار اللي هو ياكلها تبقى كميه قليله وما فيهاش الياف، يعني بيبعد نهائيا عن الخيار. طول ما هو عنده التهاب شديد في القولون يبقى بعيد عن الخضار نهائي، وكمان التفاح، مع ان التفاح معالج او بيساعد على علاج القولون او بيريح القولون شويه، بس في حاله التهاب القولون ما ينفعش ان احنا ناكل تفاح. بيزود جدا الالتهاب، بيخليه زايد اكتر. يعني يبعد عن الخضار اللي هو الخيار والطماطم والحاجات، الخيار اكتر حاجه، اي حاجه فيها الياف يبعد عنها. الملوخيه ممنوعه نهائيا والله. البتنجان بيتعب جدا، الثوم بيتعب القولون جدا، مع ان كل الكلام ده كله مفيد قوي ليه، بس لازم الاول يعمل. امال هناكل ايه بس يعني؟ ما هو مريض أنا قولون عن الملوخيه ودي عشقتها يعني، فناكل ايه؟ مريض قولون يبدا يمشي على رز بسمتي دايما وياكله مسلوق ما يبقاش مطبوخ. يبدا ياكل مثلا البروتين بس، وبرده البروتين يبقى ما فيهوش دهون بنسبه كبيره، يبقى نسبه الدهون اللي فيه بسيطه. ودايما ياكل الصدر مثلا في الفرخه، وياكل اسماك كتير، يبعد برده بعيد عن اللحمه، لان اللحمه تاخد وقت طويل. ياكل الفرخه الحاجه اللي الواحد مش بيحبها. ما هو بصي، اصلي انت دلوقتي عايزه تعالجي وبعدين ترجعي لوضعك الطبيعي تاني، فلازم تعملي ده. وانصحه ان هو يعمل حجامه بالنسبه للجيوب الانفيه. انصحه يعمل حجامه. بس ايه دخل الحجامه للجيوب الانفيه؟ الحجامه بتعالج كل حاجه او بتساعد في علاج كل حاجه. ده حقيقي فعلا؟ انصحه يعمل حجامه للقولون كمان وللجيوب الانفيه. وبالنسبه للجيوب الانفيه بقى يعني علشان البلغم اللي موجود عنده ده، يفضل ان هو يشرب لبان دكر باستمرار. يشرب لبان دكر، يغليه بس، يحط كام حبه كده ويغليه ويشربه باستمرار. في الاول هيبقى الموضوع صعب عليه في مرارته، فممكن ينضخ كام حبه الاول. بديل كده لطيف يعني، دي احسن حاجه. ولو هو عايز بقى البلغم ما يبقاش موجود خالص، لا، الجيوب الانفيه نفسها بقى الحجامه، لازم حجامه. الحجامه بفضل الله يعني حاجه كويسه جدا جدا للجيوب الانفيه. انا كنت مريضه جيوب انفيه مزمنه، خفيت بسبب الحجامه. وبرضه يعني ما ينفعش يروح لدكتور يروح لدكتور بس لو انا وصلت لمرحله صعبه، اي علاج باخده هفضل استمر عليه على طول. جيوب الانفيه مشكلتها ان هي مزمنه، ففعلا لازم تفضلي تستمري على العلاج على طول. فالمعده بتتعب من العلاج، حد عنده قولون وعنده جيوب انفيه، فالاثنين مع بعض صعب جدا، صعب ان هو يقدر يستحمل ياخد مضادات حيويه على طول. وهي علاجها الوحيد المضاد الحيوي، او المسكن بتاعها الوحيد المضاد الحيوي. وممكن بقى نصيحه ليه، كل يوم كده، او يعمل مثلا فنجان وكل يوم يستخدم منه نقطتين، معلقه جنزبيل مع معلقتين عسل نحل، يقلبهم الاثنين مع بعض كويس قوي، وبسرنجه او بقطاره يحط نقطتين في السره قبل النوم ويقفل عليها. تمام. انا طيب، علشان برضو الصلاة كتيره، فانا عايزه اخلص الاول الوجبات اليوميه. احنا اتكلمنا عن الفطار، الغدا بسرعه ممكن اعمله ايه للاطفال؟ الغدا بسرعه دايما لازم اخلي شوربه اساسيه، شوربه صنع عصفور بقى، شوربه كريمه بالفراخ، المهم لازم يبقى في عندهم شوربه في الغدا، حاجه اساسيه. سواء لحمه او فراخ او غيره، لازم يبقى في شوربه، يا اما شوربه صنع عصفور، شوربه شعريه، يوم يبقى في تغيير شرب، بس المهم ان يبقى في كل يوم شوربه. دي حاجه اساسيه. حتى مع السمك. يعني حتى مع السمك؟ حتى يعني لو مش السمك وجبه كده ايمن؟ لا ما ينفعش. تعمل شوربه بصل وتدي كريمه زي سي فودز كده شويه، بس ايه، تبقى شوربه برده موجوده مع السمك. لازم شوربات. طيب، والسلطه. دي اهم حاجه يعني. دول ممكن اقدم لهم اي حاجه. دول اهم حاجتين. يعني ممكن يوم ما يبقاش فيه بروتين حيواني يبقى فيه بروتين نباتي، بس اهم حاجه عندي ان انا يبقى عندي شوربه وعندي سلطه. تمام. مش مهم العيش خالص، يعني العيش ده مش مهم في الاكل. يعني ممكن دايما يبقى فيه رز في الغداء بس ما يبقاش فيه عيش، لان العيش هو بيعمل مشاكل كتير جدا مع كل المرضى بلا استثناء. يعني مريض القولون ده انصحه لا ياكل فينو ولا ياكل عيش ولا ياكل بقسماط، اي حاجه من الكلام ده كله ممنوع عشان يخف ويبقى كويس. تمام. والعشاء بقى؟ العشاء يعني يفضل برضو يبقى فيه دايما زبادي ومنتجات القلب. حتى للاطفال؟ حتى للاطفال. يعني ما احط لهمش وجبه كامله زي الغداء؟ لا، ما تحطلوش وجبه كامله، بس ممكن لو في طفل، في اطفال كتير جدا ما بتقدرش تاكل وجبه مره واحده، فممكن تقسمي له الوجبه بتاعت الغدا. انا جعان، حاطط له الزبادي وقال لي انا جعان، اعملي له، حطي له اكتر من، قدمي له اكتر من حاجه.
قدمي له زبادي، قدمي له جبنه، ما فيش مانع انك انت ممكن لو هو بيحب فعلا يعني ممكن العشاء جبنه بدل الزبادي. لا لا حطي جبنه وزبادي وبيض. كل الكلام ده كله ما فيهوش اي مشكله في العشاء. اي حاجه تانية عندك ممكن ياكلها خفيفه ماشي ما فيش مشكله. تمام. انا بعد كده هتكلم بقى عن التغذيه الخاصه يعني بمرضى التوحد وفرط الحركه، بس معايا اتصال. عمر اتفضل يا استاذ عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم، بس اسمعني من التليفون بعد اذنك واقفل التلفزيون. لو سمحت بالله عليك عايز اسال الدكتوره بس عن اكل الثوم على غيري كل يوم. تمام اتفضل. في حاجه تاني؟ كنت سيبوني بيعمل ايه؟ لا ما سمعتش معلش. زهق نظر بناء لما اكون زهقان ليه تاثير على القولون. تمام ماشي تمام. اشكر حضرتك على اتصالك. اكل الثوم على الريق. اكل الثوم على الريق ما فيهوش مشكله، بس لو هو عنده قولون ما انصحوش. لان الثوم عامه بيعمل حاله انتفاخ في القولون. فمريض القولون ما انصحش ان هو ياخد الثوم. بيقول ان الزهقان ان هو يعني لو هو متعصب او زهقان او كده ده بيأثر على القولون طبعا اكيد. فلازم طبعا تبقى الحاله ريلاكسيشن شويه. دايما المصريين بيحبوا اكل الثوم والبصل، الحاجات دي فعلا مفيده جدا 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 بشكل غير عادي. بس يا ريت دايما نستخدم الثوم البلدي، ما تستخدمش حاجه بتاعنا. لا ده مضر جدا. الصيني مضر جدا. ليه بقى؟ بصي لو 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 البلدي بتاعنا بيعمل انتفاخ 1% في التقشير. لا هو مش ما هو انا مش هبص للاسهل وابص للمرض اللي هيعود عليا من الحاجه اللي انا هاكلها. لو هو لو الثوم بتاعنا بيعمل حاله انتفاخ 1% بيعمل هو انتفاخ مثلا 30%. تمام. الفايده بقى بتاعته هو ماليش. ده بقى الصيني ملوش اي فايده والله نهائي، ما تاخديش منه اي فوائد. بيوشهنا في كل حاجه حتى في الثوم. لكن الثوم بتاعنا البلدي مفيد جدا. حضرتك هقول لحضرتك تجربه تانية خالص ملهاش علاقه بالاكل. هاتي شويه ثوم صيني واعملي بيهم ماسك على شعرك. وهاتي ثوم بلدي واعملي بيهم ماسك على شعرك وجربي ده وجربي ده بعد 15 يوم. يعني هاتي حالتين واشتغلي عليهم. ماسك على شعري بالثوم؟ احنا ممكن نعمله في البيت؟ ممكن تعمليه في البيت. ده ممكن يعمل ايه؟ طب ايه يعني ايه الفايده اللي هتعود عليا منه؟ تنبيت الشعر هيبقى اعلى لو الشعر بيتساقط. يعني لو في شعر متماسك شعره خفيف اعمل له ايه؟ ثوم وجنزبيل وعسل نحل. لا معلش اكتب وراكي. ثوم وجنزبيل وعسل نحل. وعسل نحل اعملهم ازاي بقى؟ الثوم بيتقشر ويتسلق. تمام. يا اما في شويه ميه صغيرين قوي، يا اما لو عندك لبن في شويه لبن صغيرين جدا. المهم ان في الاخر لما يتسلق يبقى امتص كل اللبن اللي موجود. تمام. وبعد كده بتهرسيه، تدي له عسل نحل. تقريبا يعني مثلا الكميه اللي انت هتعمليها مثلا ايه، هنقول ايه 100 جرام ثوم، ممكن تحطي عليهم مثلا 50 جرام عسل نحل و20 جرام جنزبيل. تمام. لو بقى في مكاييل او معالق، المهم ان ما توقفيش على الجرامات اللي انا بقول عليها، بس تعمليها تقدير يعني. تمام. وبعد كده؟ وبعد كده بتعملي ماسك على الشعر فروه الراس مثلا مرتين او ثلاث مرات في الاسبوع. في الاسبوع. لمده قد ايه؟ بصي من 3 شهور لست شهور هيجيب معاكي نتيجه هايله جدا. من 3 لستة. طيب المده اللي يبقى على الشعر نفسه يعني اغسله بعد قد ايه؟ نص ساعه. بعد نص ساعه. ويا ريت وانت بتغسليه هي حاجه غريبه شويه بس عشان تضيع ريحه الثوم، تضيفي شويه عصير تفاح. عصير تفاح في الغسيل. في غسيل الشعر يعني مش الشامبو يكفي؟ لا يستحسن اصلا ما تستخدميش شامبو خالص من الشامبوات. طب الاطفال شامبو شعرهم خفيف عموما هاتي شامبو يعني طبي. شامبو طبي. هاتي له شامبو طبي ما يبقاش فيه. طب وانواع الزيوت للاطفال، اي زيت ممكن استعمله ولا في زيوت معينه خاصه اللي شعرهم ضعيف؟ بصي موضوع شعرهم الضعيف ده بيبقى في الاول في البدايه عشان تبقي فاهمه، هي تغذيه قبل ما يكون علاج خارجي. يعني التغذيه اي حد شعره ضعيف ابداي اكليه دايما الحاجات اللي فيها اللي خارجه بجذورها زي البطاطا إيه؟ البطاطس، البنجر، الفجل الاحمر، دخليه في السلطات. الحاجات دي تتاكل كتير جدا بصفه عامه. تمام. يعني تبقى موجوده اساسا يوميه، يعني ممكن البنجر ده بندخله في عصاير كتير. فممكن تضيفيه دايما في كل انواع العصاير. تمام. سريعا كده نتكلم عن التغذيه الخاصه بامراض التوحد وفرط الحركه. التغذيه لامراض التوحد، اولا مريض التوحد ما ينفعش يشرب لبن نهائي. يشرب لبن جوز هند بس. لبن جوز هند بس. تمام. الى حد ما بنبعده عن منتجات الالبان شويه لانها بتعمله حاله هايبره.
حاجه تانية بقى، براكم براعم البروكلي مفيده جدا ومهمه ليه، ومفروض ياكلها يوميا، ولو يفضل كمان ياكلها في كل وجبه. براعم البروكلي هو الناس اللي مش عايزه تعملها او مش هتعرف تعملها هي بتتباع برضو، بس في الاماكن الهايبرات الكبيره. والله طب ده حاجه كويسه، انا عمري ما سمعت ان احنا بنعملها. هي بتتباع فعلا، بس طبعا يفضل لو انا هستخدمها يومي او هستخدمها في كل وجبات الطفل ده. الستات الكبيره جدتي كده وكنت يعني كانوا جيران الستات كبيره وكانوا بيعملوا الحاجات براعم البروكلي دي دايما، وتلاقي على كل وجبه. بصي هتلاقيهم يوميا، هتلاقيهم السن عندهم ما شاء الله معدي الستين والسبعين وصحتهم كويسه جدا، احسن مننا وافضل مننا. لان هم ما منعوش السمنه البلدي في البيت، ودي حاجه مهمه جدا، المفروض ما تمنعش من اي بيت السمنه البلدي. البراعم البروكلي دي هم بيعملوها من زمان، هم ما يعرفوش غير ان هم اتعودوا ان هم يعملوها. شافوا مامتهم بتعملها فهم تمام. عايزه اقول لك ان هي بتحارب الكانسر، مفيدة جدا جدا زي ما قلت لك لمريض التوحد بصفة عامة. والمفروض برضو من الحاجات اللي ممنوعة عن مريض التوحد المصنعات، سي لحوم سي فراخ. والله ما ياكلوش لحوم وفراخ. لا ياكلوا لحوم وفراخ بس معمولة في البيت. معمولة في البيت، مش البرجر. انا اعمل البرجر، اعمل برجر فراخ في البيت، اعمل برجر لحمة في البيت واكله، لكن ما اشتروش من بره. لكن ما اكلوش اي منتجات، مصنعة خالص، لان المنتجات المصنعة بيبقى فيها فول صويا، وهو ممنوع عنه نهائيا الفول الصويا، ممنوع، ما ينفعش ياخده في اكله. الاثنين سواء توحد او فرط حركه. الاثنين، لانه بيعمل حاله هايبره قوي، فبيخلي الطفل عصبي ويكسر ويخبط ويرزع. حتى الاطفال كمان اللي عندها كهرباء زياده في المخ المفروض ما تاخدش اي حاجه فيها فول صويا، وتستخدم حليب الجوز هند برده وبراعم البروكلي. ده بيساعد برده على النمو الذكي. طبعا بشكل عام. انا حلقتي انتهت استاذه اماني، وبشكر حضرتك جدا، كنت منوراني في حلقه انت ثروه. فعلا انت ثروه، ويعني نصائح لحضرتك قلتيها كلها ثروه بجد. اشكرك جدا استاذه اماني محسن رمضان، ماجستير تغذيه علاجيه وشيف، نورت النهارده يا فندم، جزاك الله كل خير. اشكركم مشاهدينا، وانتظروني في حلقات اخرى، وانت ثروه.